ما كنت متوقع انه تكون وتصير، ولكنها صارت الحمد لله بفضل ربي وبفضل القيمين على البلد في لبنان على رأسهم فخامة رئيس الجمهورية. قدرت قدروا يخلصوني خلصوني من هالجنال الأسود اللي فوتوني فيه. وبمختصر بقول لك انه ماني زعلان من حدا ولن اعاتب احد، حتى السعوديين حتى المسؤولين السعوديين، لانه بالنتيجه بشكر ربي انه خلصت من هالمرحله اللي انا فيها. اي نعم عملوا لي اخراج نهائي، ممكن يكونوا اخرجوني جسديا من السعوديه، بس روحيا انا روحي موجوده بالسعوديه مع كثير اصدقاء لي واخوه واهل. انا بعتبر انه الشعب السعودي يعني هو من اقرب الشعوب لي بالدول الخليج، كلهم بحبهم، بس اكثر شعب بحبه هو الشعب السعودي. اول شهر ما قدرت اتواصل حتى مع مرتي، بعدين اكيد السفاره بدها تفوت تتدخل، عندنا في مندوب هونيك لما بكون في حدا موقوف كذا هو بتدخل، وهن السفاره كانوا عم يتواصلوا مع وزاره الخارجيه وعم يتواصلوا مع لبنان ومع الامن العام اللبناني، وطبعا بضغط من هون سرعوا لي المعاملات ورجعت لبنان. اول 7 ايام 8 ايام كانوا لا يطاقوا، لانك انت جيت من مطرح لمطرح دغري فجاه ما انك عارف شو فيه، وحطيت بمطرح مسكر ما فيك تشوف حدا، غرفه 3x3 فيها حمام صغير هيك مكشوف، قاعد هونيك قاعد في بوجه حائط ابيض عم تطلع فيه، وبلشت انا ارسم صور الحائط وبلشت عيد. رجعت باك شي 20 سنه واستعرض حياتي كلها بهال 20 سنه صور على الحيطان انا عم بشوفها، وبلشت معي انسى الوضع اللي انا فيه لما غصت بحياتي وبلشت اشوف الاشياء البيضاء فيها والاشياء السوداء. يلي بقدر اقول لك عنه اني شفت اشياء سوداء كثيره كانت بحياتي، ومن اهمها اخر 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 10 سنين اسلوبي وطريقه تفكيري كيف كانت. مش يعني افكاري كانت غلط، بالعكس ما في شيء قلته انا الا عن قناعه حقيقه، بس الاسلوب كان غلط. كنت كثير اجريسيف، كنت كثير مندفع، كنت كثير جارح، كنت كثير عم دين مباشر كاني قاضي، مع العلم انا لاني قاضي ولاني نايب ولاني وزير ولا لي اي صفه اي موظف بالدوله. كنت عم بحكي بحرقه قلب، عمري 61 سنه، انا خط الحرب الاهليه بعرف كثير تفاصيل عنها، وانا بعرف كثير مسؤولين كانوا رؤساء احزاب. او اليوم عرفت طلعت معي الخلاصه بالاخر انه لبنان لا خلاص لبنان الا بدوله يحميها الجيش اللبناني، القوى المسلحه الشرعيه اللبنانيه فقط لا غير، بقوانين حضاريه، بنظام علماني يرفض الطائفيه بل المواطنه، مش بالتلفزيونات وحكي التلفزيونات وحكي الجرايد، لا بل بالفعل في كثير ناس عم تحكي انه بدها العلمانيه وهن لا يعنوا اللي عم يحكوه، لانه بدي غير اسلوبي بالحكي، لا يعنوا اللي عم بيحكوا، لا يتمنوا انه يطلعوا من الدوله الطائفيه، بالعكس بدهم يضلوا بالدوله الطائفيه لانه هي سبب وجودهم اصلا. انما الشعب اللبناني نحن لازم نعرف انه نحن عندنا نظام برلماني، نحن يلي بنجيب المسؤولين ونحن يلي بنجيب كل شيء بهذا البلد، لازم نحن نبلش نوعى ونبلش فعلا نختار جيدين. بقى قررت قلت يمكن هذا اللي صار ربنا بده اياه يصير معي لحتى يلفت لي نظري ويصحيني. وكيف بده يلفت لي نظري؟ بده يجي يحطني بمطرح ما بقى فيني اعمل شيء غير اني افكر واقعد عيد حساباتي وضيع وقتي تقدر يمرق النهار الطويل، ها يلي انا مرتي لحالها بالسعوديه ما عم بعرف شو عم بيصير معها، وانا جوا وما عم بعرف شو عم بيركب علي، ما عم بعرف شيء ابدا شو عم بيصير برا، اني اقعد افكر صح وبلش عالج حالي ولو روحانيا، وعالج حالي ولو انا وقاعد بهالمحبسة اذا بدك، مثل حبيس قاعد حبيس. كنت بعيد عن الله شوي
قربت اكثر لله وبلشت صلي، واكيد هو صار يلهمني لانه عرفني اني انا فعلا استغفر الله العظيم واتوب اليه من كل ذنب. ولما الانسان بيستغفر وبتوب ربنا بيسمع له، ببلش يعطيه الوحي، ببلش يعطيه، وفعلا حسيته كانه كان عم بيتجاوب. وهذا الشيء اكتشفته بعدين انا كمان لما طلعت وقابلت مرتي، كانت تخبرني اشياء كنت اقول لها قسما بالله العظيم انا لما كنت قاعد بالاوضه وعم بصلي بس خلص صلاه اقول يا رب الهمها انها تعمل هيك وتعمل هيك وتكون ساعدها قويه. اكتشفت انه كان اللينك هيدا عم بيركب بيني وبينها عبر الله، واكتشفت انه انا فعلا غلطت، مش بس اني كنت عم بتعطى سياسي او عم بكتب عن سياسيين، حتى فنانين اكتشفت اني كنت كتير قاسي، كنت كتير قاسي بانتقادي. يعني اوكي اذا فنان مش عجبني مش ضروري اني هالقد فوت اجريسيف وفوت كتير اوفون بالتجريح فيه، او انا مش كاسمه عم جرح، بس كانه اني انا بدي فن افضل وفن احلى. بس لا، بالوقت كنت عم برفض الاخر، عم برفض كل شيء، وما كان لي حق اعمل هيك. هذا شيء كله وعيت له، وهذا كله شيء، كل شيء هيدا بلشت استغفر ربي بالاول على هذا اللي عملته، وقررت اني اعتذر من الجميع، وانه كل انسان ان كان فانز لسياسي او ان كان فانز لفنان او فنان او سياسي بخط السياسي او من اللي هجيتهم او من اللي ما هجيتهم، اذا كنت جرحته بكلامي، جرحته بنقدي، ضايقته، ما كان لي حق اعمل هيك، بعتذر من الجميع. لانه مش بموقع ضعف، بموقع انا لحتى ارتاح، خلص قررت انا بدي ارتاح وبدي افتح صفحه جديده. وانا جاي من عالم موسيقي ناجح، والعالم كانت تحبني كثير، وكنت بصلوات اطلب من الله شغله واحده، بقول له رجع حب، يعني خلي يرجع خلقك يحبني مثل ما اعطيتني هالنعمه هاي ان الناس تحبني، واعطيتني هالموهبه تحبني الناس، كانوا اسلام او مسيحيه او دروز، ان كانوا من هالحزب او من هالحزب او من هالحزب، ترجع لي هالنعمه هيدي، وانا رح اشتغل عليها اني ارجع عن جديد غير اسلوبي، وارجع عن جديد شوف شو بدي اعمل، لحتى ما بدي شيء الا محبه الناس واحترامها لالي، وما يعود حدا بغضني وما يعود حدا مش طايقني، لانه بالنتيجه مش باقي غير وجه الله. صدقوني، اول شخص بيجي على بالك اذا بدك تشكره مين؟ خامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشيل عون، بي الروحي دغري. كان عندك شك انه هذه الخيمة ما رح تمرق؟ ابدا، ما بعرف شو هالقوة اللي اجتني. وكنت بدي اقول شغلة هون، وكنت لما احس هيك ما نعرف شو بده يصير، ما انا عارف هل حيركب ملف لالي ويصحوني 5 سنين سجن، هل عارف حالي ما انا عامل شيء، بس ما انا عارف حل هني شو حيعملوا. كنت دائما لما بفوت بدي احس انه عم بفوت بالياس، وخصوصا باليوم العشرين، تخيل يعني هاد شهر انت بغرفه ما عم تشوف حدا، لحتى صبر غير 16 بتعمل بتطلع هيك قلت طيب شو غندي قديش قاعد بالحبس، مانديلا قديش قاعد بالحبس، وبعدين رجع طلع وعمل ما بينعمل، سمير جعجع مع حفظ الألقاب كيف قاعد 11 سنة بحبس، حتى لو كان مرتكب وعنده أحكام، بس مش سهل واحد يقعد 11 سنة بغرفة 3x3 قاعد، يعني عن جد يعني هذا بحد ذاته تكفير، كفر يعني. يعني كنت تطلع هيك قول اوف 11 سنة أنا زي حكمت سنة nothing، يعني كنت ضل قوي حالي، وكنت ضل قول حتى شو ما صار إذا أنا انهارت رحت، إذا أنا ضليت لما أنهار شو بدي أعمل؟ أوكي أدويتي مش عم بقدر أخدها، كنت دخين ستوب تدخين، صرت أمشي بالغرفة كل يوم بين 10 كيلومتر، خير غير هيك عم ببرم سيركل 10 متورة، أقعد أحسبهم بالفشخ وبالمتر، تضيع وقت، صلي، فكر، تخيل. كان عندي فسحة شهر ونص ممتلأ من الوقت إني عيد حسابات فكر واستغفر الله وصلي، وفعلا استجاب لي الله، وقال لي في القنصل اللبناني بالسعودية قال لي بدي لك شغلة، أنا لي 18 سنة بهذا المجال وبيمروا علينا ناس تترحل، أنت صار لك أسرع معاملة ترحيل حصلت من 18 سنة لليوم، قد ما تجاوبت وزارة الخارجية والأمن العام مشكورين لواء عباس إبراهيم،
المعالي الوزيرة عكر، القائد جوزيف عون، اللواء توني صليبة، الوزير جبران باسيل، النواب، الوزراء. عن جد لقيت محبة وتفاعل مش طبيعي. هيدا شيء حسسني هيك انبسطت، افتخرت بلبنانيتي رغم كل اللي عم بيصير بلبنان. ولما فليت من السعودية، من لبنان على السعودية، كنت مقرر انه انا لبنان ما بقى طايقه. بعد هاي المرحلة هلأ هي نازلة الطيارة بمرجعتي، هلأ طلعت بلبنان هيك شعرت بفخر اني انا راجع لبنان. رجعت مش دوبل، صار 100 مرة اكتر حبي لبلدي، حبي لارض بلدي، لانه لبنان وبلد اللبنانية، اذا اللبنانية فقدوا لبنان حيتشرزموا وحيصيروا مضعضعين وما عندهم استقرار. لبنان غالي، لبنان لازم ننتبه له، لبنان لازم نحطه برموش العينين، ما يدوب بين ايدينا، ما لازم ندوبه بين ايدينا. لبنان، لبنان لازم نرجعه مطرح مكان، مطرح مكانه حاطينه جدودنا. وبالمحبة، بالمحبة، شعب لبنان متميز بجميع طوائفه واطيافه، انهم هن مميزين بهذا التنوع ولازم نرجع له، لازم نرجع نحب بعضنا ونتكاتف مع بعضنا رغم اختلافنا السياسي. ما في مشكلة، الديمقراطيين والجمهوريين ببعضهم بفوتوا كسر عظم، بس ما بيدمروا البلد بخلافهم انهم مختلفين. استاذ سامي، انا حابب اشارك على هالمقابلة، ومنرجع بنقول لك من قبل جريدة نهار، ويلكم باك هوم. وانا بدي اتشكر النهار كمان، لانه عرفت بعد ما طلعت انه كتبت ووقفت الى جنبي. انا بدي اتشكرها فعلا، بدي اتشكرها، وبدي اقول لكم ما فيني اقول لكم الا ثانك يو، ويعطيكم الف عافيه. وكمان برجع بكرر اعتذاري مش بس للسياسيين وللفنانين، حتى للاعلام، لانه كان في عندي مرحله كثير هجوميه انا والاعلام. كمان انا بدي اقول لهم للاعلام كلهم، من الام تي في، من كل التلفزيونات، مش اعلام معين. جويس عقيقي بدي اقول لها ام سوري، بعتذر، انا ما كنت قصد، ما كنت عم بقول عنك انت عن العهر، انا كنت عم بقول عن العهر الاعلاني، انت فهمتيني غلط، وانا كان اصلا بدايه هجومي عليك غلط، لان كنت متوتر. انا بدي اعتذر منك، وبدي لك عن جد بدي اعتذر منك، وانك تقبلي اعتذاري، واتمنى انك تقبلي اعتذاري، لانه هذا الشيء يسعدني. وبدي افتح صفحه جديده مع نيشان، كمان في مره عملت عليه هجوم من محبتي له، بس كان اسلوبي غلط، كمان بدي اعتذر منه. بدي اعتذر من كل اعلامي صار فيه بيني وبينه تاتش، او حكيته بالمباشر او غير مباشر بتويت او اي اساءه تعرضت. بدي اعتذر من الجميع، مش لانه انا قلت شيء غلط او مش مقتنع فيه، بس لانه كان اسلوبي غلط، كان كتير حاد وكتير اجريسيف. بدي اعتذر.